يا سعادة الباشا، يا سعادة الباشا، ريحنا، أنا تعبان، كفاية أسئلة. يا سعادة الباشا، أنا اللي قتلت، أنا معترف، أنا قتلتهم. اقعد عارفين صمتك على السلاح، وكمان انت اللي بلغت على نفسك. بس ليه عملت كده؟ ليه ما هربتش؟ أهرب؟ أهرب إزاي وأنا معترف إن أنا اللي قاتل؟ أهرب أروح على فين؟ أنا كنت ناوي أقتل نفسي، بس ما قدرتش. مش سبب تاني؟ ابنك مثلا؟ ما تقولش ابني والنبي. بس مش تقول انك فضلت شايل لحد ما الشرطة جت وموجه ليه السكينة، كنت عايز تقتله؟ قتله؟ هو اصلا يا ريته كنت اقدر اقتله، كنت ريحته من العذاب اللي هيشوفه. الواد ده يا باشا ملوش اب، ما احناش عارفين مين ابوه، وامه عار، يبقى كان قتله احسن ولا لا؟ هتعمل تحليل دي ان ايه؟ يا باشا كفاية بقى، اقفل الموضوع بالله عليك يا باشا، حرام، تعبت.